هيا لن أرافقك، سأذهب إلى الحانة، أريد أن أشرب وأرقص. ألم تعد تعجبك مجالسي؟ وماذا يا عتبة؟ أن أشرب بمقدار، أن أبقى متيقظا حتى أستطيع استيعاب أحاديث علية القوم في القانون والفلك والكيمياء وسير الأولين. لقد مللت كل هذا، أريد أن أشرب حتى الثمالة يا ابن العم، فمثل ما زال صغيرا على هذه المجالس الوقورة الجافة. أنت أمير ابن أمير. أمير دون إمارة، هي كلمة واحدة. أريد الذهاب إلى الحانة اليوم، هل تريد الذهاب معي أم لا؟ هذا هو ابن عمي وصديقي، هيا. ولكن لي شرط واحد. أي شرط؟ أن تعدني بأنك ستغادر معي حين أطلب منك ذلك. حسنا، لك ذلك. الولد زيد يا مولاتي. ما به؟ إنه مريض بالحمى، وهذا ما منعه من الحضور إلى المدرسة طوال هذه المدة. الحمى؟ يا للصبي المسكين. يا سيدات مملكة سامارا، أنتن تعلمن أنه قد من علي بإنجاب الأميرين الصغيرين فاتح والأميرة الصغيرة عاتكة. لقد أتم فاتح سنته الرابعة منذ حلول الصيف، أما الأميرة الصغيرة عاتكة فلقد بلغت الثالثة، إلا أنها على غير ديدن الإناث، فلم تخط خطوتها الأولى إلا منذ يومين فقط. تستطيعنا القول أنها تأخرت
سنة ونصف السنة أو أكثر.